الرئيس الأمريكي رئيس أكبر دولة في العالم بيخرج للمرة الأولى من أمريكا في زيارة للخارج، ما راحش الصين، ما راحش أوروبا، ما راحش تركيا، راح السعودية. بتمثل السعودية الدول العالم الإسلامي. ليه؟ واحد تاني يقول لي طب ما مصر بتمثل، واحد تاني يقول لي طب ما الإمارات بتمثل، ما الجزائر بتمثل. بقول له لأنه اختيار السعودية فيها الحرمين الشريفين، فيها مكة والمدينة، فبالتالي بتمثل قبلة العالم الإسلامي. خلاص؟ قبلة العالم الإسلامي. بينطلق ترامب بعد زيارته غدا والقمم الثلاثة اللي بيحضرها من الرياض إلى تل أبيب لأول مرة في التاريخ. أول مرة في التاريخ تخرج طائرة من الرياض من السعودية إلى تل أبيب بشكل مباشر. ده بعد جديد أيضا بننظر إليه من ناحية متابعة المستجدات والمتغيرات وقواعد اللعبة الجديدة. بيخرج من السعودية قبلة المسلمين إلى إسرائيل رمز اليهودية في العالم، ثم بينتقل من إسرائيل إلى بيت لحم رمز المسيح والعالم المسيحي على مستوى العالم، ثم بينطلق من بيت لحم إلى الفاتيكان للقاء البابا فرانسيس اللي هو رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم. أنا بس فقط لمدة ثواني نفكر اللفة ماشية إزاي. بيطلع الرئيس الأمريكي إلى قبلة المسلمين، يبقى أدي المسلمين كلهم في السعودية، ثم إلى قبلة اليهود اللي هي إسرائيل، ثم إلى قبلة المسيحيين في الشرق بيت لحم، ثم إلى قبلة المسيحيين في الغرب الفاتيكان. إذن الزيارة أو الجولة الخارجية جولة بيستهدف ترامب فيها بشكل واضح محاولة نشر فكرة تقارب الأديان أو توحيد مظلة لكل الأديان أو فكرة التسامح عكس ما كان بيشاع أو بيقال أو هو بيقوله في فترة الانتخابات. بيكلم ضد المسلمين والمسلمين والمسلمين، لكن وليد فارس بيقول لي هو ما قالش بصرف النظر، وبيتكلم على انه راجل مصلحه وبزنس مان وبيتحرك بشكل واضح انه واحد زائد واحد بتساوي اثنين. لكن الفكره والتحرك الممنهج بهذا الشكل انا اتصور انه له اهداف منطقيه وله مسببات منطقيه وأيضا له تفسير منطقي.